and the outside world. We made sure that the voices لأن ضمان أن أصوات العلوم والشباب والعلماء قد وصلت هنا في القمة العالمية، وخاصة ما تكون فيما يتعلق بالتطلع للأهداف المقبلة، وأيضا فيما تعلق وفاء بأهداف قمة شرم الشيخ ومقمة المناخ هنا. أيضا الاجتماعات التي رفيعة المستوى الستة التي عقدت اليوم والريادات التي كانت أكثر ديناميكية وتناولت كثير من النقاشات بين الريادة والمجتمع المدني وأيضا الأشخاص الأصليين من المناطق الأصلية لمباحثة مستقبل الطاقة والهيدروجين وأيضا الأمن الغذائي والمياه واستدامة المجتمعات الضعيفة والهشة. أيضا معالي الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس مجموعة من الجلسات مع الإدارة الألمانية وغيرها والرياديين. أيضا قد كانت هناك ست جلسات من ريادة من القيادة والممثلين للدعم المستمر فيما يتعلق أيضا بدعم الأمين العام أنطونيو غوتيريش الذي ويركز ويراجع الإجراءات المتخذة وأيضا اتخذ بعض الإجراءات والالتزامات المهمة التي قدمت أيضا تقدمت أن تكون هذه الدول المناقشات والحوارية مهمة جدا لتكون نقلة مهمة في عملية التنفيذ في مؤتمر مناخنا هذه المرة. وأيضا للدول أعضاء دول الأعضاء وغير الأعضاء أن توفي بالتزاماتها التي تساعدنا في المضي قدما في أهدافنا. واعتبر التزام مهم جدا من رئيس الوزراء سوناك فيما يتعلق بالتمويل لعملية التكيف حتى تكون في عام 2025. وأيضا فيما يتعلق بأن هناك مجموعة من الالتزامات ومنها على سبيل المثال 40 مليار يورو. وأيضا كانت هناك دنمارك واسكتلند وبلجيكا وحكومة كولومبيا وتعتبر هذه إشارة مهمة جدا للتمويل المناسب والاستجابة التمويلية المناسبة لتعويض الخسائر من التغير المناخي. وكثير قد رأينا أيضا الفعاليات رفيعة المستوى لما تغير المناخية ومنع مؤتمر المناخ كوب 27 وأيضا فيما يتعلق بدور الدول والقيادات هنا الموجودة في شرم الشيخ. قد شاركت كثير من الدول في الدور والعمل المناخي وبدور تعزيز طموح. والدكتور أيضا دكتور محمود محي الدين هو ريادي التغير المناخي في هذه النسخة والذي قد شارك في دول أيضا والفاعلين غير الحكوميين. وأيضا فيما يتعلق بالشراكات الثنائية بين المناخ ورئاسة المناخ 27 والمناطق والممثلين الإقليميين للأمم المتحدة والمنصات وأيضا المنتديات الخاصة بالمبادرات المناخية والعمل المناخي. وأيضا من فيما يتعلق بتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة وأيضا فيما يتعلق بالتكيف والتخفيف من حدة التغير المناخي. الآن في هذا رئاسة مؤتمر المناخ 27 ترحب بجدوى بأجندة التكيف والاستجابة للتغيرات المناخية المدمرة التي تصيب العالم بأكمله. هذه الأجندة شاملة وأيضا تحتاج إلى إجراء وعمل دولي لمعالجة عملية التغير المناخي والتكيف معه وأن تكون هناك تحقيق صامد وثابت بحلول عام 2025. وأيضا فيما يتعلق بأن يتم تنفيذه من كافة القطاعات سواء الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والمجتمع الأعمال لخدمة الأعمال والمجتمع في هذه جدوى في أجندة أو برنامج شرم الشيخ للتكيف أن تعالج كافة المناطق وكل المناطق التي لديها صعوبات كبيرة هنا من حول العالم
نساعد أن نقدم هذه العمل من خلال الذي تم تدشينه من اللجنة التنفيذ في المؤتمر. وفيما يتعلق بأن لديها مجموعة من التنفيذ والتكيف والتي تكون لها تأثيرات مؤثرة ومنهجية، وخاصة فيما يتعلق بالغذاء وأيضا المؤسسات البشرية والأمن الغذائي والمياه، والتي تشمل أيضا في عملية الحلول التنفيذية في التخطيط والتنفيذ. أيضا هناك تطلع أن تكون هناك مشاركة كبيرة فيما يتعلق في المجموعة عملية التكيف والمرونة، وتعتبر هي أولوية لكافة المجتمعات. رئاسة المؤتمر المناخ 27 تساعد عملية التنفيذ واستمرارية الأولويات، سوف تشرف على العمل وخاصة في معمل التنفيذ وبتدشين المبادرات التي تتم تحت رئاسة هذا المؤتمر والمتدخلات البيئية. وأيضا الأمر الثاني هي تحقيق الأهداف التي تضعها مبادرات رواد الأعمال والمناخ، وأيضا فيما يتعلق بتعزيز أيضا شراكة مجموعة عالية من رواد المناخ فيما يتعلق بيخدم العمل المناخي العالمي، وأيضا أن نصل إلى تحقيق تنفيذ أجندة شرم الشيخ للتنفيذ والتكيف. وأيضا هنا فيما يتعلق بتقديم التقارير في عملية التنفيذ مبادرة شرم الشيخ، وكل هذا أن يتم مراجعته في تقرير، وسوف يتم تقديمه في تقرير إلى نسخة مؤتمر المناخ 28. وبالنسبة للدكتور محمود محي الدين، فإننا ننظر إلى الإجراءات المتخذة في عملية إجراء التغير المناخي ليلقي الضوء على الإجراءات التي تساعدنا على تحقيق الهدف على مدى طويل، وأن تكون هناك حلولا للتغير المناخي، وندرك على أرض الواقع ما هو شعار مؤتمر المناخ 27. وأريد أيضا أخرى أن أشير إلى الحقيقة أن نحن شغوفون جدا بتدشين هذا الإجراء هنا، خاصة الشباب الموجودين معنا هنا، رغم عدم رضائهم الواضح بما تم، وأيضا ترددهم، إلا أنهم قدموا أن الأعمال أو ريادي الأعمال في الحكومات ربما لم يكونوا من تحقيق أهدافهم أو التزاماتهم، ولكن الشباب ملتزمون بدعم والتغير والعمل المناخي ومستمرون بتحفيز وأيضا تحفيز كل الممثلين. نحن ندعو كافة الممثلين أن يلتزموا والوفاء بالوفاء بالتزاماتهم، وأن نحظى وأن نتغلب على التحديات لنصل إلى المستقبل. لذا لا بد أن نستمع إلى أصوات الشباب في مؤتمر المناخ 27 وما بعده، لأنهم هم المستقبل الذين يوضحون لنا، ونتمنى ليس فقط للمشاركة ولكن أيضا أن يكون لهم دور فعال. وأتمنى جميعا أن نحن نفعل ونقدم بكل وسعنا. والآن سننتقل الكلمة للدكتور محمود محي الدين.